كان امبارح واحنا على الهواء بنناقش الواقعة لاستشعارنا بخطورتها، بغض النظر حتى البعض لو قالك اصلها خناقة يعني وعملوا كده، انت امام كف اتقطع بشكل احترافي، امام ايد تم قطعها بشكل محترف. واذا صح كلام الشقيقة الضحية انه قال لا اله الا الله، واضفت انا بقى من عندي واسلاميه، يعني البعض يعتقد بانه يطبق حدا بهذا الشكل، يبقى احنا بندخل القضيه في اتجاه في غايه الخطوره لا يختلف عن اللي حصل في قضيه اسكندريه. لكن حتى لو مهما كانت الاسباب اللي هنحاول ان احنا نسلط الضوء عليها علشان كمان نشوف حجم هذه العدوانيه والهمجيه والوحشيه اللي بتدفع الناس الى انها حتى تعتقد انها ممكن تاخد حقوقها بهذا الشكل، ما انت بتضيع نفسك. ما هو الشرطة تمكنت مديرية الأمن في البيان إن قسم شرطة الشعبية تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين فلان الفلاني مسجل خطر نشل والسابق اتهامه في 20 قضية، أخرها قضية سلاح أبيض، شقيقه بقى مصاب بجرح قطعي بأوتار وأوردة كف اليد اليسرى، وحمدي كذا خال المتهم، وابراهيم مش عارف ايه احد اقارب المتهم مصاب بجرح سطحي بالبطن مش فاهم ايه، وشهرته سيد الهوك. المهم ان البيان بيقول ان المشاجره وقعت تم ابلاغ الشرطه، يعني ادى حدوث مشاجره بين الطرفين باستخدام الاسلحه البيضاء، وبعدها نتج عنها هذه الاصابات، انتقلت الاجهزه. هنقول لكم يعني البيان بتفصيله بشكل أوضح. اللي بيهمنا هنا، هل أنت خدت حقك بالشكل ده؟ ولا أنت اعتديت على مؤسسات الدولة، واعتديت على فكرة إن الدولة فقط هي التي تطبق القانون؟ وحتى لو هي مشاجرة، قطع الإيد والكف بالشكل الاحترافي ده، هل ممكن التعامل معاه على إنه المسألة خناقة عادية، ولا تعالوا نفتش في أسبابها؟ وده اللي هيخلينا هنحلل معاكم هذه القضية، نشوفها حققنا في وقائعها. مراسلنا إيهاب العجمي حقق في الواقع. ما حكم الشرع في شأن هذا الهجام؟ يقيم عليه الحد، وهذا حكم الدين، وأنا ما أقدرش أغير في حكم الدين. الايد اللي سرقت بيها احمد حصل له بتر كامل في اليد اليسرى، وقطع في الاوتار جميع اوتاره والاوعيه الدمويه، وكفه ايدي حضرتك كانت مرميه في الارض، والناس شالوها حطوها في شنطه وجريوا بيها على المستشفى. احمد عنده كام سنه؟ احمد عنده 19 سنه. واشتغل احمد بيشتغل احنا عندنا مقهى، عندنا قهوه هنا في الشرابيه بتاعتنا في الشارع. ايه الاساس اللي بني عليه المشاجره واللي ادى في النهايه لبتر يد؟ عندي اخ عنده 22 سنه اسمه محمد طارق، اكبر من احمد. هو ليه واحد صاحبه اسمه قاسم الهوك ابن عمهم، كانوا بيهزروا مع بعض عادي وقلبوا على بعض في الهزار، شدوا مع بعض، الناس حجزت بينهم وروحتهم وكده. تاني يوم فوجئنا ان الاسم جاي يقول ان محمد طارق سرق من قاسم الهوك تليفون، والشرطه جت خدته، شرطه الشرابيه. يد قبضت على احمد، على محمد طارق، على محمد طارق. راح هم نادوا على اخويا اللي هو احمد طارق، اخويا الصغير، خرج لهم بنيه ان احنا جيران وصحاب، ما فيش اي حاجه. اما كتفوا سيد الهوك وعصام الهوك ومحمد الهوك، وقاسم مسك ايديه، مسك ايده التانية، هما كتفوا ايد، وقاسم مسك ايده التانية، ووافي ماسك سيف. شفت ايام حروب زمان اللي كنا بنشوفها في الافلام دي، ايام الجاهلية؟ ايام الجاهلية، سيف كبير معرفش كان شايله ازاي اساسا، ونزل بيه على ايد اخويا، وبيقول بقى لا اله الا الله والله اكبر، اقيموا عليه الحد. اقام عليه الحد وسط الشارع وامام المواطنين، محدش قدر ان هو يتدخل او قدام باب البيت بتاعنا، الناس واقفين متفرجين.
اخويا وقعت كفه ايديه في الارض قدامه وهو بيقول اه مش حاسس ان كفه ايديه اللي وقعت. كفه ايده بقى مين اللي جابها؟ اللي جابها انا عايزه حد يجيب. مين اللي جابها؟ في مرات خالي شالت كفه ايديه. شفتي بقى الايد مقطوعه على الارض؟ لا يا ازاز بتحجف من عند الجماعه فوق وطوب ولا يا دراع محطوط. دراع ابنك وقع. دراع مين؟ فانا بركن بقول لهم ايه ده ايه ده؟ قالوا ده دراع الواد ابنكو اتقطع وطلع يجري. قلت له طب العربيه جايه رحت انا لحقها على جنب خدت دراع على جنب بيجي قلت له هاتولي كيس هاتولي كيس بسرعه. رحت واخده كيس في قلب حاطط الدراع في منه اديته العيل اسمه وليد هنا عندنا قلت له الحق اجري وراه. كنت متخيله ان ده دراع بشري بالفعل يعني كف بشري بتاع التوك توك او حاجه انا ما اعرفش ان ده دراع. قلت له ده دراع مصدق؟ لا ده دراع طبعا مليان بينفض. محمد انت اخو احمد؟ ايوه فندم. انت اتقبض عليك في الاول بتهم سرقه التليفون؟ تمام يا فندم. ايه اللي حصل بقى سرقه التليفون؟ لا يا فندم انا اللي حصل ان انا اللي اتهمني ده صاحبي صديقي بنهزر وبنلعب كوره حضرتك كلمه من هنا كلمه من هنا مسك فيا اتعدى عليا الناس حشتني تاني يوم اتفوجئت اللي هو رايح عامل لي محضر بسرقه تهم التليفون. احكي لي ايه اللي حصل قطعوا ايدك؟ انا اتحكى لي اللي هم جم البيت عندنا وانا محبوس نادوا على اخويا الصغير اصغر مني احمد ونادوا عليه قالوا له خد يا احمد عايزك واحد اسمه وافي خرج له قال له وافي عايز ايه قال له فين التليفون قال له فين التليفون فقال له التليفون انتوا حبست اخويا وانا معيش فلوس اجيب لكم التليفون القطع القطع مسكوه حضرتك ثلاث انفار وابوهم الكبير احمد الهوك قال لهم اقيموا عليه الحد زي ما اخوه سرق التليفون احنا هنقطع ايده بدل اخوه عشان احنا محدش يعرف يضحك علينا مسكوه ثلاث انفار فردوا ايديه على سعادتك والكفه مقطوعه من هنا يعني ده كلكم كفار يعني احنا في غابه مش في بس هو ده اللي حصل طبعا انا عايز حق يا اخويا انا اخويا مستقبل مش عارف يعمل في حياته واحنا معلش حاجه نعالج ولا معنا اي حاجه زي ما حضرتك شايف وانا جندي في الجيش ومش عارف اعمل ايه بس هو ده اللي حصل مش بسبب حضرتك ده بيموت بين الحياه والموت حضرتك ليه يعني عشان خاطر ايه 1000 جنيه 10000 جنيه حرام يعني هو الفقير معاش في البلد حضرتك والله احنا يعني مش عارفين احنا يعني مش عارفين نعيش والله نشتغل لو مثل عيش ولا نعمل ايه يعني اخويا راح يعمل تقرير بايديه مقطوعه قالوا له لا مش هنعمل التقرير حضرتك ليه عشان احنا غلبانين قال له كيم على الحد وهو بيقطع حضرتك بيقول لا اله الا الله يعني احنا فين يعني احنا فين احنا لو انا كفار مش هيعملوا في كده على حضرتك 18 سنه ولا 19 سنه زي ما احنا شايفين كده احنا واقفين في نفس الشارع اللي حصلت فيه واقعه الواقعه بتاعت اقامه الحد وقطع يد احمد طارق انت اسمك ايه محمد قطعوا ايده فين اهو هنا بالظبط اربعه كتفوه هنا اربعه اللي احنا واقفين فيه كتفوه راح قال له يقوم الحد عليه راح قال له اي عبره عشان لما سرق تليفون اخوه راح قطعوا له ايده قالوا له هنا الساعه كام كان الساعه 3 العصر وما حدش حاول يتدخل من الاهالي ويوم قال لك اللي يجي لو حد قرب هنقطع ايده زيه عشان يقطع ايده لاي حد زي ما احنا شايفين كده ده منزل عائله احمد اللي تم قطع يده وهنا زي ما احنا شايفين ده البيت الثاني ده بتاع عائله الهوك والواقعة حصلت في المكان اللي احنا واقفين فيه ده زي ما طب انت عملت ايه لما شفت المنظر انا وقفت استغربت جايه شيلها راح هم خدوها يقول لك مش هنديها لاي حد كانوا عايزين ياخدوا ايديه لما جيت كان دراعه هنا مقطوع وما كانش عايزين يديه لحد وفي الاخر لما خدناه وطلعنا بيه على المستشفى السيد جلال ما رضوش اللي نقلته المستشفى حاله المريض كانت ازاي هو كان منهار وعمال يعيط ويقول لك دراعي وايديا وكان راكب من غير ايدين ده ايدينا حاطينه في كيس في الاخر على الجانب الاخر نفى افراد عائله الهوك الاتهامات الموجهه اليهم احنا ناس اقسم بالله في حالنا بتوع ربنا مش عشان هو اللي بيصلي بيبقى اخواني ازاي هقطع ايديك مطلعين ناس مش موجوده فين الناس اللي كانت موجوده عصام وسيد اللي واقفين كانوا هنا